مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من ايام المحترف. في المحترف دايما بنتابع الدوريات الاوروبيه، النجوم، الارقام، الاهداف. خلينا قبل ما نتكلم على كل دوت نرجع شويه للملف المحلي. بصراحه انا بشكل شخصي استوقفني منظر رائع جدا، يعني بعد مباراه انتهاء مباراه النادي الاهلي مع الجونه وتجمع اللعيبه في وسط الملعب وقدامهم الاسطوره الكابتن محمود الخطيب. اعتقد ديت يمكن كل السوشيال ميديا اتكلموا عنها، لكن عايز اتكلم عليها بجزء مختلف شويه. دي كانت مش رساله بس للعيبه، اكيد الكابتن محمود الخطيب كرئيس نادي، كمسؤول كبير في النادي ومسؤول عن كره القدم بشكل خاص، نزل ارض الملعب بيتكلم مع لعيبته، بيتكلم مع اولادنا على الانجاز الاكثر من رائع خلال هذا الموسم الشاق. كان رساله منه ان هو بيقول لهم ارفعوا راسكم، انتوا حاصلين على بطولات كتيره جدا رغم الظروف الصعبه، رغم يعني فيروس كورونا، رغم الغيابات، الاصابات، التحكيم، البار، كل دوت يتحط على جنب، ولكن يبقى شعار ارفع راسك. الرساله ديت ارفع راسك للعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني وجهازه الاداري وكل من ساهم في بطولات النادي الاهلي السنه دي اللي حصل بشكل اكتر من رائع على بطولتين كاس افريقيا، بيتكلم على دوري، بيتكلم على كاس مصر، بتتكلم على كاس السوبر، ولسه عندنا كمان كاس السوبر المصري وعندنا كاس العالم للانديه. فانا في اعتباري الشخصي او في اعتقادي الشخصي كانت رساله واضحه جدا جدا لكل جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي هذا المنظر. كابتن محمود الخطيب بيشرح لهم انتوا عملتوا اللي عليكم، انتوا ابطال، انتوا وصلتوا السعاده لجماهير مش النادي الاهلي بس، وصلتوا السعاده لجماهير مصر كلها. خدتوا بطولتين افريقيا، خدتوا بطوله دوري، خدتوا بطوله كاس وكاس السوبر الافريقي. الكلام اللي بوجهه الكابتن محمود الخطيب اعتقد بحس، اولا حس مسؤول كبير جدا عن النادي، وكمان ما ننساش انه بحس لاعب كره مضى حياته واسطوره في كره القدم، مضى حياته كلها في جدران النادي الاهلي. من المنطلق ده بحس المسؤول وبحس لاعب الكره اللي كان اسطوره على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي، هو ده اللي دفع الكابتن محمود الخطيب انه يتكلم بهذا المنظر. بيتكلم زي ما بنقول على موسم شاق جدا، بيتكلم على موسم طويل جدا جدا، تلاحم مواسم، بيتكلم على بطولتين، بطوله التاسعه والعشره الافريقيه، بيتكلم مع لاعبتنا على بطوله الكاس وبطوله السوبر. فاعتقادي الشخصي كان منظر اكتر من رائع على مستوى زي ما بقول لحضراتكم. حس الكابتن محمود الخطيب كمسؤول وكلاعب كره سابق هو دوت الرساله اللي وصلها للاعبتنا، لعيبه النادي الاهلي بمجرد انتهاء المباراه. لكن كمان دي رساله لجماهيرنا، جماهيرنا اللي يمكن معظمها زعلانه، من حقك تزعل. احنا جماهير النادي الاهلي كده بنزعل لو دخلنا بطوله، يعني بطوله صغيره باسم النادي الاهلي يبقى عايزين ناخدها، لكن من حقك كمان انك تزعل. والزعل ده صدقوني هو ده الدينامو، هو ده العامل المؤثر بشكل ايجابي جدا على لعيبه النادي الاهلي. جماهيرها زعلانه بمجرد خساره دوري من سنين طويله، لكن كمان لازم نكون سبورت لاولادنا، لازم نكون ورا ادارتنا، ورا جهازنا الفني. لان اعتقادي الشخصي انا بقيم موسم كامل بتحصل على 2 دوري افريقيا، بتحصل على كاس مصر سوبر، بتروح هناك في كاس العالم للانديه على مستوى كاس العالم، تكلم على على انديه كبيره جدا وبتحرز برونزيه. خساره دوري بتوجعنا شويه علشان احنا متعودين على ده، مش متعودين النادي الاهلي يخسر بطوله. لكن زي ما بقول لحضراتكم كل الفخر وكل الاعتزاز وكل السبورت لجهازنا ومجلس ادارتنا اللي ادار سنه صعبه جدا جدا على الكوره المصريه. وعشان كده بدا عجله التطوير دايما من خلال بندرس اخطائنا ايه اللي ناقصنا على المستوى البدني، على المستوى الفني. وبدا الجهاز الفني ولجنه التخطيط برئاسه طبعا الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني طبعا بقياده موسيماني، انه يشوفوا هنعمل ايه السنه الجايه، ايه الصفقات اللي جايه، محتاجين ايه بالظبط، محتاجين ايه، محتاجين لعيبه بمستوى ليفل معين، مراكز معينه، محتاجين دفعه قويه جدا على الجانب الفريق ككل، وعناصر مهمه جدا تكون موجوده، لان عندنا بطولات كتير، عندنا كاس العالم للانديه، عندنا ان شاء الله هنقابل تشيلسي يعني طبعا صاحب التشامبيونز ليج الاوروبي. ومن خلال ده كله، من خلال زي ما بنقول قفلنا صفحه الموسم اللي فات، كابتن محمود الخطيب ادى رسالته للعيبه وادى رسالته للجماهير، كمان بدا خلاص العمل على
صفقات جديده للنادي الاهلي ان شاء الله تكون صفقات مميزه جدا. نتكلم على واحد من اللعيبه الشباب، واحد من اللي لفت الانظار بشكل كبير جدا من خلال الدوري المصري، من خلال وجوده مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو 2020، كريم فؤاد. كريم فؤاد اول الصفقات المعلنه للنادي الاهلي ومش اخرها. كريم فؤاد اعتقد كلنا تابعنا الدوري المصري قد ايه هو، طبعا هو منتقل من نجوم مستقبل لنادي انبي، ادى بشكل اكتر من رائع. مميزات كريم فؤاد زي ما بتكلم دايما، لما بتشتري صفقه لازم يبقى عندك بعد، اولا بعد تسويقي، سن اللعيب قدراته ايه على المستوى البعد الفني، لعيب مميز ممكن يلعب في اكتر من مركز، لعيب على المستوى الدولي شارك في بطوله كبيره زي اولمبياد طوكيو 2020، عنده ثبات انفعالي بشكل كبير جدا. لان بعض الناس دايما بتتكلم، وده اكيد مش اي لاعب ينتقل من نادي الى النادي الاهلي، بيكون في ضغوط كتيره جدا، ضغوط الجماهير، ضغوط الاداره، التشالنج اللي موجود حتى داخل الفريق، انه دايما لازم يكون موجود ودايما يكون جاهز ودايما بيدي افضل ما عنده. ده هو التشالنج اللي داخل عليه كريم فؤاد، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في هذا اللاعب. لعيب صغير في السن، شارك زي ما بقول لحضراتكم في معظم مباريات الدوري مع فريق انبي وادى بشكل اكتر من رائع. كمان الجزء الفني، كمان على مستوى التكتيك، كريم فؤاد بيلعب باك يمين، ممكن يلعب في وسط الملعب، وشفنا من خلال وجوده مع المنتخب الاولمبي لعب كمان كطرف يمين. دي ارقام طبعا كريم فؤاد معانا، اللي هو السن 21 سنه، طبعا لعب في نجوم المستقبل وفي انبي، شارك طبعا في 63 مباراه بالدوري، صنع خلالها 6 اهداف، واكيد زي ما بقول لحضراتكم على مستوى الشخصيه الدوليه تواجد مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو الاخيره 2020. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لكريم فؤاد. زي ما بقول لحضراتكم لعيب بروميسنج، لعيب كويس بيأدي في اكتر من مركز، وكمان لعيب سنه صغير، ان شاء الله تكون صفقه مميزه ونتمنى له كل التوفيق. لويس ميكسيمون، يعني لويس طبعا لعيب موزمبيقي، زي ما بقول لحضراتكم دايما نتكلم على لو متطلبات الماركت ايه، انت محتاج لعيبه في انهي مركز، طب اللعيبه اللي هتجيبها ديت هتتوافق مع طريقه اللعب بتاعتك، هتتوافق مع امكانيات فريق النادي الاهلي تحت الضغوط. اعتقد كل دوت، يعني هو ده طبعا، يعني بنتكلم على صفقات ان شاء الله، كمان لسه بنتكلم على صفقات كتيره جايه، لكن يعني لويس ميكيسوني ده لعيب موزمبيقي كان بيلعب طبعا في سيمبا، لعيب مميز جدا جدا على المستوى الهجومي. تعالوا مع حضراتكم برحب بهذا اللاعب الجديد ويكون اضافه جديده للنادي الاهلي. طبعا لويس ميكيسوني طبعا لعيب مميز، كلنا شفناه في دوري الابطال مع فريق سيمبا، لكن عايز اقول كمان امكانيات ومهاره فرديه اكتر من رائعه، جهد بدني وده مهم جدا جدا، جهد بدني اكتر من رائع. وزي ما بقول لحضراتكم هو ده اللي بيسعى بيه النادي الاهلي، النادي الاهلي داخل على بطولات كبيره. عندنا لويس ميكيسوني هذه طبعا السن 26 سنه، اعتقد سن مناسب جدا. زي ما بقول لحضراتكم لعب لسان داونز ولعب لتشيبا يونايتد قبل كده طبعا في بعض الانديه، واخرها طبعا سيمبا التنزاني. شارك طبعا في 14 مباراه في ابطال افريقيا، سجل منها 3 اهداف وعمل اسيست 3 اسيست. طبعا على المستوى الدولي لعب مع منتخب موزمبيق، شارك في 27 مباراه منها 15 طبعا رسميه، سجل 4 اهداف في طبعا مباريات وديه. لكن على المستوى الفني اعتقد هيكون مكسب كبير جدا جدا ان شاء الله للنادي الاهلي. وزي ما بقول لحضراتكم هو ده اللي لازم يتعمل، وهو دوت النادي الاهلي. النادي الاهلي بيكون في بعض الاخطاء شويه في موسم طويل شاق، وارد جدا يا جماعه، وارد جدا. انت بتتكلم، لو اتكلمنا واحنا بنتكلم هنا في المحترف على الدوريات الاوروبيه، بتتكلم باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان خسر الدوري، وتتكلم على اللعيبه وكميه الفلوس اللي اتصرفت السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات او اللي قبليه لحصول طبعا كمان ان يحصل ليل بيحصل على البطوله، بطوله الدوري الفرنسي، فبتتكلم على ارقام كبيره جدا ونجوم كبار جدا وخسروا الدوري. على مستوى الشامبيونز ليج لغايه دلوقتي رغم هذه الامكانيات الماديه الكبيره مش قادرين يحصلوا على الشامبيونز ليج. فعايز اقول تاني قبل ما اختم الجزئيه دوت الانترو بتاعي، عايز اقول ان ترفع راسك فوق، انت اهلاوي، كل التوفيق لفرقتنا، بدا خلاص الاستعداد بجديه وبقوه لموسم قادم. اعتقد النادي الاهلي اكيد ان شاء الله النادي الاهلي هيواصل الانتصارات. بنتكلم تاني وبنعيد تاني عشان الناس اللي بتنسى، النادي الاهلي هذا الموسم اعتقد من افضل المواسم على مستوى جمع البطولات.
تاني بنعيد ان احنا فترة صعبة جدا، فترة كورونا، ان النادي الاهلي كان بيكسب بطولة كبيرة وعزيزة، البطولة التاسعة الافريقية، من قبليها كان بيكسب الدوري باكتساح وبفارق كبير جدا، بعد البطولة الافريقية بايام قليلة بيرجع وياخد كاس مصر، بعد كاس مصر بيطلع على كاس العالم للاندية عشان يلاعب فرق على مستوى عالمي ويحصل على البرونزية، بعد ما بيحصل على البرونزية بيرجع تاني على السوبر الافريقي وبيفوز بيه، ولسه قدام النادي الاهلي بطولات كبيرة جدا، بطولة السوبر المحلي، ولسه عندنا بطولة الكاس السنة دي. فيعني تاني بكرر، ارفع راسك فوق، انت اهلاوي، كلنا ان شاء الله ورا فرقتنا النادي الاهلي، وزي ما بقول لحضراتكم دي البداية، يمكن يعني اللاعبين اللي احنا استعرضناهم مع حضراتكم دي بداية الصفقات، لسه في صفقات كبيرة وان شاء الله صفقات مهمة جدا جدا للنادي الاهلي. اللي هي صفقات كبيرة وصفقات مهمة لان هو الاهلي كبير، وخلي بالكم النادي الاهلي بقى في مصاف الدول او الفرق العالمية. ليه؟ النادي الاهلي لما ان شاء الله بيكون عنده لاعب وبيكون هذا النادي اتراكتيف، اتراكتيف يعني نادي جاذب لانظار اللعيبه الكبار، جاذب لانظار اللعيبه اللي ممكن تكون بتلعب في دوريات اوروبيه. ليه جاذب للانظار؟ لان اولا انا كلاعب اروح حابب جدا ان انا اروح نادي بطولات، حاصل على بطولات كبيره جدا، حاصل على برونزيه على مستوى كاس العالم للانديه، نادي منظم احترافيا بشكل اكتر من رائع، نادي كمان عنده جماهير عريضة بالملايين بتعمل سبورت، بتعمل له دفعة لزيادة مستواه الفني ومستواه البدني، كل دوت بيبقى النادي الأهلي بقى نادي أتراكتيف، نادي جاذب للنجوم، وهنشوف ده إن شاء الله بإذن الله من خلال النجوم المنضمة للنادي الأهلي في الفترات اللي جاية. زي ما بقول لحضراتكم إن النادي الأهلي إن شاء الله على الطريق الصحيح، ودايما النادي الأهلي على الطريق الصحيح، ويمكن يعني خلينا دايما كده في صفوف الجماهير ونقول كل الدعم وكل السبورت لإدارة مجلس إدارة النادي الأهلي وفريقنا النادي الأهلي، وإن شاء الله بطولات كتيرة جاية بإذن الله تروح دولاب الجزيرة. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع المحترف. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يمكن بعد ما اتكلمنا على بعض صفقات النادي الأهلي للموسم اللي جاي، تعالوا مع بعض نتعرف على مباريات والدوريات الأوروبية. النهاردة هنركز على الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، والدوري الفرنسي. زي ما تعودنا كل يوم خميس هنستعرض مع حضراتكم مباريات الأسبوع اللي جاي. كمان في فقرة التاكتكس هتكون في كلام كتير جدا جدا من أجمل أهداف الأسبوع، وكمان بشكل خاص عن فريق بايرن ميونخ. فريق بايرن ميونخ هنتكلم عليه يمكن في آخر فقرة على المستوى البدني، إزاي الناس دي بتشتغل، ودايما بنشوف لعيبة البايرن على المستوى البدني التوب، دايما موجودين في التوب، عندهم سر في ده هنعرفه في نهاية حلقتنا النهاردة في المحترف. كمان هنشوف التشكيلة المثالية للبريمير ليج من الدوري الإنجليزي طبعا اللي هنتكلم عليه أكيد بشكل كبير جدا، كمان في دوري الشامبيونز ليج ودور المجموعات والقرعة يمكن اللي انتهت من دقايق صغيرة، هنتكلم على بطولة كبيرة جدا جدا كل الناس كانت بتتابع هذه القرعة. القرعة دي أسفرت عن إيه؟ مين هيلاعب مين؟ برشلونة هيلاعب مين؟ الريال هيلاعب مين؟ يوفنتوس هيلاعب مين؟ باريس سان جيرمان وقع مع مين؟ كل ده هنعرفه من خلال حلقتنا النهاردة. كمان على مستوى الجوائز، جوائز أوروبا، مين كان أفضل لاعب على مستوى الشامبيونز ليج، أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، أفضل مدرب، كل دوت هيكون في حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله هي حلقة دسمة لكن إن شاء الله تستمتعوا بيها مع المحترف. خلينا نتكلم قبل ما نخش في الصحافة العالمية، هنتكلم كالعادة على 3-4 نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى يعني بنتكلم على باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان الفرنسي يعني بيطعن ريال مدريد في أماله للحصول على امبابي. حضراتكم عارفين امبابي دايما كان انتقاله لريال مدريد، ويمكن كان فيه تفاوضات لسه من أيام قليلة، وعرض يمكن ريال مدريد عرض ما يوازي 160 مليون يورو للموافقة طبعا على بيع اللاعب، لكن باريس سان جيرمان كان ليه رأي مختلف، قال له لا العرض دوت ما ينفعنيش. والنهاردة باريس سان جيرمان بيطلع بيان انه بيطلب حوالي 220 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب. اعتقد اللاعب كتير في العالم بيعتبره مبابي هو القادم على عرش الكرة العالمية، ما فيش شك انه لاعب مميز جدا جدا ولعيب عالمي بدرجة كبيرة. لكن كمان ريال مدريد زي ما بقول لحضراتكم كان اقصى عرض قدمه في الفترة اللي فاتت كان 160 مليون،
النهارده يمكن باريس سان جيرمان بيقول له يعني بالبلدي كده لا ابعد عننا، امبابي مش للبيع، وعرض يمكن 220 مليون يورو للي عايز يشتري امبابي. طبعا كان عارفين طبعا امبابي كان انضم من موناكو من 4 سنين، طبعا انضم باريس سان جيرمان بمبلغ 180 مليون يورو، لكن دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم اعتقد هتبقى صعبه جدا جدا. اخر حاجه عرضها ريال مدريد كان 160 مليون، دلوقتي لا باريس سان جيرمان بيقول له لا العرض ده مش هيناسبني، يا جماعه اللي عايز يشتري امبابي يدفع 220 مليون يورو، واعتقد ده شيء تعجيزي لريال مدريد. في خطوه كمان مهمه جدا جدا وسعيده لجماهير ليفربول. ليه سعيده لجماهير ليفربول؟ لان من يومين تم تجديد طبعا عقد الظهير الايسر الاسكتلندي روبرتسون حتى عام 2026. طبعا روبرتسون طبعا قائد المنتخب الاسكتلندي، وطبعا زي ما بيقولوا كده الجناح الطائر والظهير الطائر لفريق ليفربول، قال في تصريحات سريعه على الحساب الرسمي للنادي في تويتر: اريد البقاء في صفوف هذا النادي اطول فتره ممكنه، انا سعيد جدا جدا من اجل وجودي هنا، انا موجود بين عائلتي، وطبعا كل ده بعد تجديد عقده مع ليفربول. طبعا عارفين ان روبرتسون ركيزه اساسيه ويعني عنصر مهم جدا جدا في فريق ليفربول خلال السنوات اللي فاتت، وكان ساهم بشكل كبير جدا في احراز عدد كبير من اهداف ليفربول على مستوى البريمير ليج وعلى مستوى كمان تشامبيونز ليج، وطبعا انضم في صفوفه في 2019. طبعا فاز زي ما بقول لحضراتكم فاز بالبريمير ليج، وكمان يعني من العناصر الاساسيه اللي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا يورجن كلوب، يعني ظهير يعني بيفكرنا كده بعلول، لكن على مستوى البدني يمكن هو افضل شويه، لكن من العناصر المهمه جدا جدا، وكان خبر سعيد لي طبعا كل محبي فريق ليفربول. هنيجي ليه خبر تاني، الخبر التاني كنا بنتكلم طبعا على بعض التقارير الانجليزيه قالت النهارده ان المان سيتي في اطار محاولته لدم صفقه المهاجم الدولي هاري كين. هاري كين طبعا اللاعب الانجليزي وفي صفوف توتنهام. الاسبوع ده يمكن خلاص يوم 31 اخر ميعاد للانتقالات، لكن زي ما بقول لحضراتكم لسه يعني عنده امل. هاري كين كان عنده امل في الانتقال الى المان سيتي، لكن يمكن بعض التقارير قدمت عرض غريب شويه، يمكن قالت ان يمكن المان سيتي بيعرض على توتنهام انه 5 نجوم مقابل هاري كين. تعالوا مع حضراتكم نشوف ال5 نجوم دول، بيتكلم على جابريل جيسوس، بيتكلم على برناردو سيلفا، بيتكلم على رحيم ستيرلينج، بيتكلم على امريك لاورت، بيتكلم على رياض محرز. كل دوت بعد بعض التقارير الانجليزيه قالت ان المان سيتي عارض هؤلاء اللعيبه في مقابل طبعا حصول على مجهودات هاري كين. اعتقد الكلام ده غير طبيعي، يعني غير منطقي بالمره ان المان سيتي يعرض كل هؤلاء اللاعبين كلهم على مستوى عالي جدا وبارقام خياليه، فاعتقد الامور كان فيها شيء من السخريه شويه. لكن خلينا نقول ان كمان هاري كين بنفسه خلاص قال ان هو متواجد في صفوف توتنهام وانه مش هيرحل. طبعا المدير الفني نونو سبريتو طبعا كان سعيد جدا بهذا التصريح، وكان يعني زي ما بنقول يمكن من خلال مباريات البريمير ليج، وفي المباراه الاولى لم يتواجد هاري كين، المباراه الثانيه كان موجود. اعتقد كمان توتنهام ماشي بخطوات جيده جدا جدا. تعالوا مع بعض كمان نشوف المدير الفني لفريق توتنهام قال ايه بعد تصريح هاري كين ببقائه هذا العام مع فريق توتنهام. I think all the persons involved in the situation were important. All the persons. أعتقد أن جميع الأشخاص الذين تدخلوا في هذا الموقف كانوا مهمين. It's over and we can proceed as normal. I think it's up to us and everybody, the player himself. من الجيد أن هذه المشكلة قد انتهت ويمكننا المضي قدما كالمعتاد. أعتقد أن الأمر متروك لنا وللجميع على اللاعب نفسه للحصول على هذا الدافع، لأنه لا ينبغي أن يكون هناك أي نوع من الشكوك فيما يتعلق بدافع اللعب لصالح توتنهام. إنه نادي رائع وفريق جيد ونحن في هذه العملية ونريد مشاركة الجميع.
هذا الأسبوع مختلف تماما، لا يزال يتعين علينا أن نختار التشكيلة. يجب أن نفوز بالمباراة، إنها مباراة يجب أن نفوز بها. اهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما بقول له، سوق الانتقالات دايما بيبقى فيه نادي اتراكتيف، نادي دايما بيكون اتراكتيف للعيب. النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم الصفقات مستمره، لكن على مستوى الصفقات بيرسوتاو ده لعيب مميز جدا جدا جدا، تعاقد معاه النادي الاهلي اخيرا ومتواجد في صفوف النادي الاهلي الفتره القادمه. فريق يعني لاعب على مستوى عالي جدا، ودي النقطه اللي بتكلم فيها حضراتكم. لعب في الدوري البلجيكي، لعب في البريمير ليج، فطبعا الكل بيتكلم هيجي من البريمير ليج للنادي الاهلي، اكيد يجي من البريمير ليج للنادي الاهلي، زي ما بقول لحضراتكم انه خلاص متواجد مع النادي الاهلي. وطبعا مع طبعا الصوره اللي قدام حضراتكم مع امير توفيق، طبعا مدير التعاقدات، وقع لمده 4 سنين مع النادي الاهلي، لعيب مميز جدا على المستوى الفني. اسم النادي الاهلي يا جماعه هو اللي جاب هذا اللاعب، كيان النادي الاهلي هو جاب هذا اللاعب. لعب على مستوى الشامبيونز ليج، لعب في بطوله اوروبا، لعب امام فرق كبيره جدا، لعب امام ريال مدريد. بتكلم على لعيب جاي من الدوري البلجيكي وحصل على بطوله الدوري هناك في بلجيكا، لاعب بيلعب في البريمير ليج. فبقول لحضراتكم كل الناس بتتكلم، انا بتكلم في نقطه ثانيه، اصبح النادي الاهلي عامل جذب للاعيبه على مستوى اللاعبين حتى اللي بيلعبوا على المستوى الاوروبي. ليه النادي الاهلي بقى عامل جذب؟ النادي الاهلي بقى نادي عالمي، النادي الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه، النادي الاهلي محطم الارقام على مستوى افريقيا، النادي الاهلي وراه جماهير بالملايين. فبتكلم هو ده الاتراكتيف، لما النادي الاهلي بيتكلم حتى مع لعيب، خلاص خرجنا من دايره مهم جدا الدايره الافريقيه، بنتكلم جدا على الدايره على مستوى الاقليمي على شمال افريقيا، لكن كمان مهم جدا انك تجيب لعيب وتقدر تتكلم مع لعيب بيلعب في البريمير ليج، كان بيلعب في الدوري البلجيكي، لعيب عنده امكانيات كبيره جدا جدا من خلال الارقام اللي قدام حضراتكم، لعيب طبعا هو من جنوب افريقيا، 27 سنه، افضل حالاته ان شاء الله. القيمة التسويقية لهذا اللاعب 3 مليون يورو. النادي الأهلي بنقول له أهلا بيك في النادي الأهلي. طبعا كان بيلعب في برايتون الإنجليزي في البريمير ليج، وطبعا ده كان بيلعب في سان داونز وبيلعب في أندرلخت البلجيكي. هداف الدوري في جنوب أفريقيا، دوري جنوب أفريقيا مع سان داونز مرتين. غير كده يعني الأرقام دي بتدل إن هو لعيب مميز، لعيب كبير، لعيب لعب في الدوري البلجيكي وحصل على البطولة، لعيب بيلعب في البريمير ليج وكان من اللعيبة المهمة جدا جدا جدا، فده لعيب مهم جدا. إنجازات دوري أبطال أفريقيا مع سان داونز زي ما اتكلمنا، كأس السوبر الأفريقي، الدوري البلجيكي مع كلوب بروج. على مستوى الأرقام الشخصية شارك في الدوري البلجيكي في 32 مباراة، أحرز 7 أهداف وعمل 5 أسيست. مع المنتخب شارك في 28 مباراة، أحرز خلالها 13 هدف وعمل 3 أسيست. أرقام شخصية، شارك في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي صنع هدف، شارك طبعا في 3 مباريات بدوري الشامبيونز ليج الأوروبي وصنع خلالها هدف، خاض 21 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، أحرز من خلالها 3 أهداف وصنع 4 أهداف ويسجل 5 أهداف في كأس بلجيكا. زي ما بقول لحضراتكم كلها أرقام مميزة جدا جدا على المستوى الدولي وعلى مستوى الشخصي، لكن أنا اللي يهمني جزئية النادي الأهلي بقى في مصاف الدول أو في مصاف الفرق العالمية. النادي الأهلي بقى أتراكتيف للعيبة حتى اللي بيلعبوا على مستوى الدورات الكبيرة، هو ده النادي الأهلي، وهو ده يعني حصاد مشوار كبير جدا وبطولات كتيرة جدا جدا. كل لاعب، وأنا كنت واحد من هؤلاء اللاعبين في وقت من الأوقات بنتقل من نادي لنادي ببص ايه النادي اللي اقدر احقق فيه احلامي، ايه النادي اللي بيلعب في بطولات عالميه، ايه النادي اللي ممكن اظهر فيه على مستوى البطولات ويكون ليا دعم كبير جدا سواء من مجلس اداره او من سواء جماهير. هو النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. اهلا بال3 صفقات الموجودين، وما زالت الصفقات ان شاء الله تتوالى، ونشوف باذن الله موسم اكثر من رائع للنادي الاهلي. تعالوا بعد ما سيبنا الملف المحلي مؤقتا نروح نبدأ حلقتنا مع أهم عناوين الصحف العالمية في المحترف.
نبدأ صحافتنا العالمية النهاردة، نبدأ في ماركا الأسبانية اللي ركزت على تصريحات البرازيلي ليوناردو، طبعا المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، حول كليان مبابي. كتبت الصحيفة: إذا أراد مبابي الرحيل فسيذهب، لكن عرض ريال مدريد لا يكفي. كما تحدثت عن قرعة، طبعا قرعة دوري أبطال أوروبا، وكتبت يمكن دوت طبعا عن مشوار أو رحيل مبابي لريال مدريد، وكمان كتبت على طبعا قرعة الأبطال أوروبا وتشيلسي ومانشستر سيتي. كمان اهتمت الصحيفة بتعاقد أتلتيكو مدريد مع اللاعب البرازيلي ماتيوس. أما صحيفة سبورت الأسبانية ركزت طبعا على الحرب ما بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان مرة تانية بشأن طبعا امبابي، وكتبت حرب متسخة، يعني حرب متسخة. كان يعني ليوناردو كان بيقول ان في ديرتي وورك، في ان ريال مدريد بتشتغل بشكل مش بروفيشنال، من خلال بتتكلم مع اللاعب وبتتكلم وبتعرض وبتعمل ضغوط كبيرة جدا على امبابي. تحدثت الصحيفة كمان عن برشلونة ومصير كوتينيو، كتبت الفرصة الأخيرة لكوتينيو، والصحيفة كمان اهتمت بقرعة دوري أبطال أوروبا، وكتبت برشلونة يحاول تجنب بايرن ميونخ وتشيلسي ومانشستر سيتي. اهتمت كمان بشكل مستقل على أليكس موريا، ده نجم برشلونة الشاب، وكتبت فلورنتينو بيريز يتخلى عن التعاقد مع أليكس. كلنا طبعا فاكرين يعني هم بيحبوا أو برشلونة طبعا بعد الهزيمة من بايرن المباراة الكبيرة 8، يعني كانوا بيتمنوا، وده اللي هنشوفه من خلال يمكن بعد الفقرة ديت، هنشوف بالكامل يمكن فقرة خاصة عن قرعة بطولة أوروبا الشامبيونز ليج. نروح لدوبورتيفو الأسبانية، ركزت على أخبار برشلونة ومستقبل عدد من اللاعبين زي ما بقول لحضراتكم، سومر الأوميتيتي بيتكلم على كوتينيو طبعا، والبوسني مدير مريال بلياش، وطبعا الشاب أليكس. كتبت الصحيفة مواضع مثيرة أو بتتكلم على بعض انتقالات اللعيبة بشكل أو بآخر، كما تحدثت طبعا عن مطلب باريس سان جيرمان بشأن امبيبي، وكتبت باريس سان جيرمان يطلب أكثر. يعني باريس سان جيرمان طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيطلب حوالي 220 مليون يورو للاستغناء عن امبابي. الصحيفه اهتمت كمان بتصريح بيب جارديولا مدرب المان سيتي، وكتبت: جارديولا يرغب في تدريب المنتخب الاسباني. ده طبعا كمان من اهتمامات الصحيفه، ان يمكن جارديولا بيطلب، او بعض الرومرز او بعض الناس بيقولوا ان جارديولا مرشح او هو نفسه او هو دلوقتي جه الوقت انه يدرب المنتخب الاسباني. طيب من صحف اسبانيا نروح لانجلترا، تحديدا صحيفه الميرور يمكن ركزت على مستقبل هاري كين طبعا برفقه توتنهام، والمدرب الاسباني بيب جارديولا برفقه طبعا المان سيتي، وكتبت: هاري كين سابقى وجارديولا سارحل. يعني اهتمت الجريده كمان بتاهل الارسنال للدور القادم من كاس رابطه المحترفين على حساب ويست بروميتش بعد الفوز طبعا بنتيجه كبيره 6-0. نروح من انجلترا لايطاليا، وتحديدا جريده كوري دي سبورت اللي ركزت على مستقبل طبعا النجمين امبابي في باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو في اليوفنتوس، وكتبت: 215 مليون يورو من اجل امبابي وكريستيانو رونالدو بالمجان. اهتمت كمان الصحيفه بانتقال كوريا طبعا للميلان، وكتبت: كوريا في ميلان، وبالفعل طبعا وهو في الميدان اليوم مع فريق الميلان. صحيفة اهتمت كمان بلقاء روما وترابزون سبورت، وكتبت: مورينيو مع روما الحقيقي. طبعا هذه المباراة في طبعا الكونفرنس كاب الموجودة حاليا، بطولة جديدة على المستوى الأوروبي. توتو سبورت الإيطالية كمان ركزت على مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في اليوفنتوس، وكتبت: هذا هو عرض المان سيتي. كما اهتمت طبعا الصحيفة برفض السماح للاعبين بالتواجد برفقة المنتخبات أو منتخبات بلادهم، وكتبت: لا للاعبين للمنتخبات. الصحيفة اهتمت طبعا كمان باللقاء زي ما بقول لحضراتكم روما وترابزون سبورت في الدوري الفاصل للتأهل لدوري المجموعات، بطبعا منافسة الدوري الأوروبي. كتبت كمان: روما لا وقت للمزاح. طبعا روما بقيادة طبعا مورينيو عندهم امال كبيره جدا في تحقيق نتائج طيبه والحصول على السيريا.
صحف فرنسا تحديدا ليكيب الفرنسيه ركزت الصحيفه على تصريحات ليوناردو زي ما بقول لحضراتكم المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بشان مستقبل اللاعب الفرنسي امبابي، وكتبت باريس سان جيرمان استسلم وعلامه استفهام، كما تحدثت طبعا عن اقصاء موناكو من الدوري الفاصل او الدور الفاصل للتاهل للتشامبيونز ليج لدور المجموعات على يد طبعا شختار دونيستيك والاوكراني، وكتبت فقط الندم، طبعا الندم لعدم وصول موناكو لدور المجموعات في التشامبيونز ليج. اهتمت كمان بلقاء يعني نيس مع بوردو في الدوري الفرنسي، وكتبت نيس وبوردو دون جماهير. زي ما بقول لحضراتكم يعني هو كل الصحف العالميه او كل الاخبار يعني بتدور حوالين انتقال مبابي من باريس سان جيرمان الى ريال مدريد. اعتقد الامور دلوقتي بعد العرض الفرنسي او عرض ريال باريس سان جيرمان لمبلغ 250 مليون يورو لانتقال مبابي او عرضه للبيع، اعتقد هي بتقول للناس ما حدش خلاص مبابي مش للبيع، موجود معانا واللي عايز يدفع 250 مليون يورو اهلا بيه وسهلا. لكن اعتقد يعني ريال مدريد كان عنده امال كبيره جدا جدا في امبابي، وخاصه ان معروف ان امبابي طبعا كان من عشاق كريستيانو رونالدو، من عشاق ريال مدريد ومن الفان الكبار جدا لريال مدريد، وكان من حلم حياته وهو صغير انه يتواجد في صفوف ريال مدريد. لكن اعتقد السنه دي الامور مش هتكون في حسابات باريس سان جيرمان. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل خلينا نتكلم بعد الفاصل على قرعة الشامبيونز ليج مع ضيفنا الناقد الرياضي محمد الباز. اهلا بحضراتكم في المحترف، فقرتنا الثانية هتكون خاصة بالشامبيونز ليج. لسه يمكن من دقائق معدودة انتهت مراسم قرعة ابطال اوروبا للموسم القادم. زي ما حضراتكم عارفين بطولة من اكبر البطولات على مستوى العالم، بيتنافس فيها افضل الفرق على مستوى اوروبا. هنعرف كمان مين افضل اللاعبين على مستوى حراسة المرمى، الدفاع، المهاجمين. هنعرف كمان مع حضراتكم مين افضل مدرب في اوروبا. معانا ومعاكم طبعا الناقد الرياضي المتميز محمد الباز، بنرحب بيك قناه النادي الاهلي، منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا كابتن هاني، اخبارك ايه؟ موجود مع حضرتك. كنت انا وانت قبل ما نخش عمالين نتابع القرعه ونشوف مين، يعني خلينا نتكلم ان الفاليو بتاعه الشامبيونز ليج القيمه كبيره جدا جدا، وكل سنه القيمه التسويقيه بتزيد وقيمه هذه البطوله دايما في تزايد، لدرجة ان بعض اللعيبة الكبار على مستوى الاندية ممكن جدا يرفض يروح لنادي ما بيتشاركش في الشامبيونز ليج. فانت شايف اولا البطولة ازاي بشكل عام؟ طبعا الشامبيونز ليج هي الهدف الاسمى لاي فريق، وخصوصا الفرق الكبيرة اللي بتنافس على البطولة دايما الهدف الاسمى. شفنا باريس سان جيرمان، شفنا الفرق الكبيرة في انتعاشة الميركاتو والتسابق والمنافسة في ضم أفضل لاعبين. ليه؟ عشان الشامبيونز ليج، عشان تحقيق لقب الشامبيونز ليج. عادة ليالي الأبطال الشامبيونز ليج السنة دي شكل تاني، منافسة قوية. هنتكلم طبعا على المجموعات وعلى الترتيبات والفرق وقوة الفرق. هذا العام يشهد تطور لكرة القدم وتنافس كبير جدا، ليس فقط على الشامبيونز ليج أو بطولة أوروبا الأخيرة او اليورو او البرايمر ليج او الدوريات المحليه، لا، في تطور كبير في كره القدم، في تطور كبير في اللاعبين، في تطور زي ما حضرتك قلت، القيمه السوقيه بتزيد، المشاهده بتزيد، مكاسب كبيره لكره القدم ولينا احنا كجمهور متابعين للتشامبيونز ليج، متعه واثاره ومشاهده عاليه. صحيح صحيح. يمكن قبل النهارده قبل القرعه كان في تنافسيه على مستوى حراسه المرمى، على مستوى خط الوسط، على مستوى النجوم، يمكن كان يعني التنافس ما بين افضل اللاعبين كان جورجينيو، كان كانتي، وكان دي بروين. النهارده اعلن طبعا فوز طبعا جورجينيو كافضل لاعب في الشامبيونز ليج او في اوروبا عن العام الماضي. شفت الاختيار ده ازاي؟ كان بالنسبه لك واقعي جدا جورجينيو بعد الاداء القوي مع تشيلسي وادائه القوي جدا مع منتخب ايطاليا، شايف هذا الاختيار ازاي؟ طبعا هو اختيار يعني نقدر نقول ان هو محسوم معروف. معظم الناس والخبراء وكل متابعين كرة القدم كانوا شايفين ان هو الاقرب للفوز بهذا اللقب لهذا العام. جورجينيو ظهر بشكل متميز طبعا زي ما حضرتك قلت مع المنتخب الايطالي وتحقيق اليورو، لقب اليورو لهذا العام.
مع تشيلسي، مع تحقيق الشامبيونز ليج، مع توماس توخل، ايضا السوبر الاوروبي قبل بدايه الموسم، الظهور رائع وقوي لجورجينيو يستحق بكل تاكيد. التتويج بالالقاب والقاب البطولات كابتن هاني هو عامل مساعد، هام مساعد بشكل كبير جدا لتحقيق القاب فرديه. يعني احنا لو بصينا ورجعنا شويه لورا هنلاقي لاعبين كتار جدا عملوا ارقام فرديه في الموسم الاخير، سكورز وريكوردز عاليه جدا. شفنا روبرت ليفاندوفسكي، شفنا هاري كين حتى في الموسم الاخير في البريمير ليج، لاعبين كثيرين، ولكن جورجينيو حقق اللقب. البطوله طبعا بتفرق يا محمد، بتخدم بشكل كبير. صحيح، يعني حاصل على الشامبيونز ليج، حاصل على كمان بطوله كبيره جدا، بتتكلم على اليورو 2020، واداء اكتر من رائع. طب نيجي على مستوى الاداره الفنيه، برضو كان في مدربين بصراحه مدربين كبار جدا. كان توخيل موجود، كان طبعا جارديولا كان موجود، وبنتكلم يعني على اثنين من المدربين الكبار، وكان كمان انشيلوتي. لا اعتقد مانشيني المدير الفني للمنتخب الايطالي. النهارده اعلن ان توخيل هو افضل مدرب في اوروبا للعام الماضي. يستحق طبعا، توخيل عمل تحول كبير مع تشيلسي، وعشان ندي برضو توخيل حقه، قبل كده مع الباريس سان جيرمان عمل طبعا تطور كبير مع الفريق ووصل للنهائيات وحقق اللقب المحلي. مسك تشيلسي عمل معاه تحول كبير جدا. كان تشيلسي في بداية البريمير ليج الموسم الماضي كان يعني ما فيش استقرار. يعني جه توماس توخيل بالفكر الألماني، غير الفكر تماما، فرض فلسفته، انتقل بتشيلسي إلى التوب فور، بعد كده نافس على الشامبيونز ليج، فاز على المان سيتي البطل البريمير ليج العام الماضي 1-0 في النهائي الشامبيونز ليج، فاز بالسوبر الاوروبي، بادئ بدايه قويه مع في البريمير ليج هذا العام، اهداف، احرازات. انا اعتقد ان توماس توخيل سوف يحقق المزيد والمزيد والمزيد. انا اتفق معاك ان توخيل كان عامل طفره سريعه جدا جدا في اداء تشيلسي. نفتكر تشيلسي كان يمكن كان بعيد تماما حتى على مستوى، كان يتمنى بس الوصول للمركز الرابع عشان يشارك في الشامبيونز ليج. دلوقتي بيفوز بالشامبيونز ليج، بيفوز بالسوبر الاوروبي كمان بعد استقدام لوكاكو وبعض الانتدابات. اعتقد تشيلسي من اقوى الفرق في اوروبا وفي العالم في الوقت الحالي بقياده توخيل. طيب على مستوى الدفاع تم اختيار طبعا دياز، طبعا دياز لاعب المان سيتي كافضل مدافع في قاره اوروبا عن العام الماضي. برضو اخد رايك في دياز وانتقاله كمان وادائه الرائع مع المان سيتي. طبعا هو دياز بلا شك عمل موسم رائع الموسم الماضي، وبرضه ظهر بشكل كبير جدا، كان في كلين شيت بشكل حصل تكرر الموسم الماضي، وبرضه في الشامبيونز ليج ساعد فريقه مع بيب جوارديولا مان سيتي في يعني المحافظه على التقدم ودايما المكاسب. دياز يستحق بكل جداره. في طبعا منافسه كبيره في نفس المركز من لاعبين كثيرين ظهروا بشكل ممتاز رائع الموسم الماضي، ولكن هو دياز هو الافضل من وجهه نظري. يعني على مستوى الدفاع دياز هو الافضل، وانا اتفق معك تماما. على مستوى خط النص، وطبعا الماكينه الفرنسيه الانجليزيه من خلال تشيلسي، لاعب كانتي طبعا لاعب لا غبار عليه، ويمكن ليه ادوار خاصه وادوار معينه، مش الكوره الجماليه لكن الاكتيف فوتبول. بتتكلم على ريت هارد عالي جدا، بتتكلم على استخلاص الكوره بدون فاول، بتتكلم على بوزيشن اكتر من رائع من الناحيه الدفاعيه وكمان من الناحيه الهجوميه. برضو اعرف رايك في اختيار كانتي كافضل لاعب وسط للموسم اللي فات في اوروبا. تمام، بنفس زي ما حضرتك قلت بالظبط، يعني بضيف لحضرتك في كلامك على كانتي، هو سوء الحظ مع المنتخب الفرنسي في اليورو كان هيظهر بشكل اكبر، قد كان ينافس جورجينيو ايضا في الحصول على افضل لاعب، ولكن عدم تحقيق اللقب اليورو مع الفريق الفرنسي ويعني الاخفاق والمغادره في الادوار الاوليه فما ساعدتش كانت بشكل كبير، ولكن مستواه مع تشيلسي مع تحقيق الشامبيونز ليج والسوبر الاوروبي والظهور بالشكل الرائع دوت، احسن الارقام في الالتحامات، في استخلاص الكوره، في اللعب النظيف زي ما بيقولوا، ما فيش فاولات كتيره، لاعب قوي جدا في خط الدفاع وخط الوسط،
تقدر تستخدمه ويقدر يعتمد عليه توماس توخيل في اكثر من مركز، ليس فقط في الدفاع. صحيح. يقدر ان هو يعتمد عليه مرونه تكتيكيه عاليه جدا طبعا تكتيكية. يستحق عن جداره من افضل. صحيح. مش في اوروبا بس لكن في على مستوى العالم. حراسه المرمى دايما بتبقى محيره لحد كبير، يعني في حراس على مستوى عالي جدا في اوروبا، بنتكلم على كورتوا، بنتكلم على اليسون، بنتكلم على مندي حارس مرمى تشيلسي الكاميروني، واخيرا يفوز بها مندي طبعا حارس مرمى تشيلسي اللي كمان في رايي ان هو تالنت غير عادي. بنتكلم على كورتوا، بنتكلم على اليسون، بنتكلم على نوير، بنتكلم على حراس كبيره، لكن اعتقادي الشخصي ما قدمه للموسم اللي فات كان مستوى اكتر من رائع، ساعد تشيلسي في الحصول على الشامبيونز ليج بشكل كبير. يعني صحيح هو مندي لاعب صغير في السن، اعتقد 21 عام، مواليد 1991 او 92، لاعب امامه مستقبل كبير. هو اتضم طبعا لتشيلسي لسه في سبتمبر 2020، يعني هو ما لحقش ان هو يعني يحضر بطولات ومشوار كبير مع تشيلسي، ولكن في الفتره الصغيره الماضيه ظهر بشكل قوي جدا، ساعد تشيلسي في تحقيق الالقاب الاخيره. يعني انا متفق مع حضرتك تماما، مندي هو الافضل على محيط او اطار الشامبيونز ليج والفتره الاخيره. صحيح. يمكن كنا معاك محمد، يمكن في الحلقات السابقه اتكلمنا، كنا دايما بنتكلم على الدوري الالماني، وبنتكلم بصفه خاصه على دورتموند واستقطاب دورتموند لبعض اللعيبه بمبالغ صغيره، واللعيبه دول بيبقوا نجوم في خلال سنتين او ثلاثه وبيتباعوا بمبالغ كبيره جدا. على المستوى التسويقي ناجح جدا دورتموند، على المستوى الفني كمان ناجح جدا. نتكلم على لاعب بقدر هالاند. هالاند النهارده بيفوز باحسن مهاجم في اوروبا للموسم اللي فات، متخطيا نجوم كبيره جدا، لكن عايز اتوقف معاك على هالاند وما يقدمه مع دورتموند خلال الموسم اللي فات، واهله انه يكون افضل مهاجم في اوروبا للموسم الماضي. صحيح. يعني هالاند هو هداف، بالمناسبه هو هداف للتشامبيونز ليج الاخيره، احرز 10 اهداف. هالاند حقق رقم قياسي في فتره صغيره جدا وسنه الصغير، يعني وصل 20 عام هذا العام. هالاند وصل ل 20 هدف في تاريخ التشامبيونز ليج، بدا يتساوى مع امبابي من الهدافين التاريخيين ايضا في الفتره الاخيره للتشامبيونز ليج. العام الماضي زي ما قلنا هو 10 اهداف، هو الهداف في التشامبيونز ليج، وبالتالي تم اختياره هو افضل مهاجم او افضل هداف في البطوله. اختيار موفق جدا طبعا. يعني هالاند في الفتره الحاليه هو يعني حديث الساعه، يعني صحيح. الكل يتحدث على هالاند، قد يحقق اعلى نسبه انتقال في ممكن في الميركاتو الصيف دوت او الصيف او الميركاتو القادم الشتوي. هالاند يمتلك قدرات خاصه، قدرات رائعه، ظهر في الدوري الالماني برضه بشكل رائع، شكل قوي، ارقامه بتتكلم عنه في سن صغير بالشكل دوت، لسه هيتطور كمان. محمد انت بتتكلم في لعيب عنده 20 سنه وعنده اوريدي تطور بشكل اكتر من رائع خلال السنتين اللي فاتوا، سرعه وقوه وتهديف على مستوى كمان الاسيست، بيعمل اسيست، شفنا في يمكن الجولتين الاخيرتين من الدوري الالماني يعني عامل 3 اسيست واحرز هدفين. فهالاند اعتقد قوه ضربا هتكون زي ما انت بتقول خلال يمكن الموسم اللي جاي واللي بعديه، مقارنه بقى ما بين هالاند ومبابي على مستوى الانتقالات الصيفيه. لكن خلينا نتكلم في جائزه كانت مهمه جدا، ويمكن جائزه كل الناس لما بداوا يقولوا الجائزه دي رحل مين، الناس كلها وقفت وبداوا يسقفوا. الطاقم الطبي اللي انقذ طبعا حياه اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن في 2020، وده خلينا بنتكلم على بطولات وارقام ولاعيبه، ولكن يبقى ما وراء الكاميرات والمجهود الرائع اللي قام به هذا الجهاز الطبي لانقاذ حياه لاعب في ارض الملعب، اعتقد شيء يستحق الاحترام بشكل كبير جدا. بكل تاكيد يعني عملوا شيء مختلف، انقاذ روح، انقاذ لاعب. انا اعتقد ان الفترات الجايه الفيفا وكل الاتحادات هتلعب بدور كبير على تطوير الاجهزه الطبيه الموجوده في الملاعب عشان يوصلوا لاعلى مستوى. اتمنى ان يكون الجهاز الطبي اللي انقذ إريكسن في اليورو الاخير يعني
هو يقوم بالمبادرة بتدريب الفرق الطبية الأخرى على مستوى العالم من خلال طبعا كورسات أو من خلال مراكز تدريبية من خلال الفيفا في الفترات القادمة، لأن ده شيء مهم جدا. صحيح. رأينا الرياكشن السريع، رد الفعل السريع والتعامل مع الحالة بشكل سريع جدا، ما احتاجناش ان احنا يعني ينتقل الى المستشفى الا بعد ما تم انقاذ حياته في صحيح. في ارضيه الملعب. كانت لقطه فعلا جديره بالاحترام، ويمكن انا في اعتقادي كان من افضل الجوائز اللي يعلن يعني الويفا كان حريص جدا ان هو يتوج هذا الفريق الطبي بهذه الجائزه، اعتقد حافز كمان، وزي ما بقول لك مهم جدا جدا ان يكون منظومه كره القدم متكامله، وان الشكل اللي ادارت به هذه اللجنه الطبيه الموضوع كان اكثر من رائع. طيب نروح للمجموعات، وطبعا كان زي ما بقول لك يمكن في بعض التكهنات ان فريق مش عايز فريق في الادوار، يعني احنا خلاص في الدور ال 32 عندنا 8 مجموعات وكل مجموعه 4 فرق، كان مهم جدا جدا نعرف مين هيلاعب مين. نستعرض مع حضراتكم يمكن المجموعات. المجموعه الاولى بتضم مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، لايبزيج، وكلوب بروج. محمد رايك ايه في المجموعه الاولى طبعا، وترشح مين؟ احنا عارفين احنا بناخد اول وثاني، تقول لنا يعني رايك في المجموعه الاولى ومين ابرز الفرق المرشحه للصعود. طبعا المان سيتي من مرشح طبعا من وجهه نظر المرشح الاول في المجموعه ديت، قد ياتي بعد المان سيتي. احنا معانا المان سيتي ومعانا باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان انا شايف ان المان سيتي ثم باريس سان جيرمان قد ياتي في المرتبه الثانيه في الترشيح. طبعا لايبزيج قد يسبب بعض المشاكل للفرقتين، لكن اكيد طبعا من خلال كلوب بروج اعتقد هو الفريق الاضعف، لكن طبعا يبقى حظوظ المان سيتي وباريس سان جيرمان الصعود لدور ال 16. يعني المجموعة الثانية هناخدها بتضم المان سيتي واتلتيكو مدريد. بالظبط. نرجع للمجموعة الأولى، اتلتيكو مدريد، ليفربول، ميلان، وبورتو. رأيك برضو محمد، اتلتيكو مدريد، ليفربول، ميلان، بورتو، أعتقد مجموعة يعني مش سهلة. بتتكلم على اتلتيكو مدريد حامل اللقب في الليجا، بتتكلم على ليفربول، بتتكلم على الميلان، وطموح الميلان بعد غياب 7 سنين عن التشامبيونز ليج بيدخلوا بامال كبيره جدا جدا مع وجود بورتو، اللي اعتقد بورتو يمكن تكون يعني اضعف الفرق في هذه المجموعه. شايفها ازاي المجموعه الثانيه؟ صحيح، يعني احنا شايف ان اتلتيكو مدريد وليفربول اصحاب الحظوظ الاكبر في تخطي هذه المرحله. اتلتيكو مدريد وليفربول دايما بنشوفهم في الادوار النهائيه في الدور ال 16 والدور الثمانيه في معظم البطولات الاخيره. ميلان زي ما حضرتك قلت طبعا بينافس بقوه، ويعني احنا شفنا على تاريخ في تاريخ الشامبيونز ليج ميلان من اكثر الناس اللي وصلت للنهائيات. صحيح. صحيح. على مدار التاريخ البطوله. بورتو فريق واعد، فريق قوي، يعني الفريق احنا شفنا حتى في التصنيف الجديد في للتوب ليجز في العالم تم اختيار الدوري البرتغالي رقم 5 ونزول الدوري الفرنسي، فده بيرجع لقوة الفرق. ما فيش شك بورتو من الفرق القوية على مستوى أوروبا. الميلان زي ما بقول عائد بقوة بعد غياب 7 سنين على الشامبيونز ليج كله طموحات. مجموعة متشابكة شوية، أتلتيكو مدريد، ليفربول، ميلان، وبورتو. المجموعة الثالثة سبورتنج لشبونة، دورتموند، أياكس، وباشكتاش. دورتموند شفناه في النسخة الماضية والقبل الماضية، دورتموند وصل لنصف النهائي، عمل ظهر بشكل رائع جدا بروسيا دورتموند على يعني مع هالاند زي ما كنا بنتكلم من شويه. النسخه اللي قبل النسخه الاخيره وصل ايضا دور الثمانيه وكان بينافس صحيح. بشكل قوي. دورتموند دايما متواجد في نهائيات بطوله تشامبيونز ليج بشكل كبير. اياكس امستردام وسبورتنج لشبونه فرق قويه، انا اعتقد ان قد يكون اصحاب الحظ او صاحب الحظ الاكبر دورتموند وسبورتنج لشبونة، مش اياكس. يعني انت بترشح دورتموند وسبورتنج لشبونة للصعود لدور 16. طيب المجموعه الرابعه فيها مجموعه اعتقد برضو مجموعه مش سهله، انتر ميلان، ريال مدريد، شاختار،
والوافد الجديد شريف تراسبول. دي مجموعة تنافس فيها أكيد هيكون ما بين الإنتر وريال مدريد، لكن شختر برضو بيكون عنده بعض المفاجآت. شايف المجموعة دي إزاي؟ نفس الكلام، يعني احنا بنتكلم على ريال مدريد رقم واحد، وهو ريال مدريد معروف ان هو من اكثر الانديه اللي حققت لقب الشامبيونز ليج على مدار التاريخ تقريبا 13 مره، فهو المرشح الاول من وجهه نظري. ثم انتر ميلان، انتر ميلان ظهر بشكل قوي جدا، بطل النسخه الاخيره من الدوري الايطالي، يمتلك عناصر ممتازه، بينافس الموسم ده ايضا، فانا اعتقد ريال مدريد وانتر ميلان. طيب المجموعه الخامسه، البايرن، برشلونه، بنفيكا، دينامو كييف، وطبعا عوده لمباراه البايرن مع برشلونه. شايف المجموعه الخامسه ازاي، ومين المرشح في هذه المجموعه؟ مجموعه قويه طبعا، مرشح بايرن ميونخ وبرشلونه ومره اخرى يعني ده بيدي طابع خاص ويعني نكهه خاصه للبطوله، وقوه واثاره ومتعه، كلنا هنكون في انتظار اللقاء دوت، فهم المرشحين للبايرن وبرشلونه طبعا. طيب وبرشلونه المجموعه السادسه، فياريال، مانشستر يونايتد، اتلانتا، ويانج بويز السويسري. طبعا المانشستر يونايتد كتيبه سونشاير فريق قوي جدا، اصلا قد ينافس على البريمير ليج هذا العام، ظهر بشكل قوي جدا. فياريال حقق طبعا على حساب مانشستر يونايتد العام الماضي بطوله الدوري الاوروبي، صحيح، يعني كان في لقاء لسه مخلصان قريب جدا وفياريال كسب مانشستر يونايتد، فالمنافسه طبعا مستمره. انا برشح الاثنين، يعني مانشستر يونايتد فياريال. مانشستر يونايتد وفياريال من المجموعه السادسه. المجموعه السابعه، ليل، اشبيليا، سالزبورغ، وفولسبورغ الالماني. فولسبورغ الالماني فريق واعد، ظاهر بشكل مرتب على الدوري الالماني، هتكلم عليه لاحقا في الحلقه. فولسبورغ فريق ممتاز قوي رائع، وعلى فكره هنكشف النهارده عن لاعب مصري بيلعب في فولسبورغ. انا شايف ان فولسبورغ يعني لسه ما عندوش الخبرات الكبيره في الشامبيونز ليج، فقد ارشح ليل. اشبيليه طبعا بشكل اكبر. طيب طبعا احنا يعني فولسبورغ، اكيد لما بنقول فولسبورغ بنتكلم على عمر مرموش، ويمكن كلمت معاك يا محمد في حلقات سابقه. دلوقتي فولسبورغ متصدر الدوري الالماني بست نقاط من مباراتين، عمر مرموش يمكن شارك في المباراه اللي فاتت، فلاعب واعد اعتقد، يعني من الواجب البص لهذا اللاعب وان احنا ننظر له، لان لعيب بيلعب في البوندسليغا، فريق دلوقتي يتصدر البوندسليغا، من حقه علينا ان احنا نديله فرصه كمان مع منتخبنا بقياده الكابتن حسام البدري. صحيح، يعني نتمنى الكابتن حسام البدري بص على فولسبورغ، فريق واعد مرتب على في الدوري الالماني، عامل يعني مشوار وظهور رائع في الفتره الاخيره. صحيح. عمر مرموش من الاسماء الواعده، يعني انت مش موجود في فريق، لا فريق بينافس على البطوله، فريق قوي من التوب، ولاعب لسه صغير في السن وعنده خبرات، هو بقاله اعتقد دلوقتي رابع موسم في فولسبورغ. صحيح، يعني راح من الشباب وراح اعاره لسان باولي ورجع دلوقتي بيلعب مع فولسبورغ. طب نروح للمجموعه الاخيره اللي تضم تشيلسي، يوفنتوس، زينيت، وماليمو. بلا شك يعني تشيلسي البطل واليوفنتوس، يعني انا عايز اقول برضو معلومه هنا، ان اليوفنتوس هو حقق طبعا بطوله في مشواره مرتين، ولكن اليوفنتوس وصل للنهائيات البطوله بطوله الشامبيونز ليج على مدار التاريخ تقريبا 9 مرات، اخفق في 9 مرات، سوري اخفق في 7 مرات، سبع مرات في البطوله مرتين، ففريق قوي جدا يعني بيتصاعد ويوصل للادوار النهائيه. فطبعا يوفنتوس وتشيلسي هم في الدور 16. طيب دي كان دوري المجموعات ودوري ابطال اوروبا، مباريات كلها ساخنه، مباريات كلها على مستوى عالي جدا، احنا كجماهير بنحب الشامبيونز ليج جدا، واعتقد هتكون بطوله على مستوى رائع. نروح من الشامبيونز ليج محمد، نروح للدوري الفرنسي، اول ما بنقول الدوري الفرنسي اكيد بنتكلم على انتقال ميسي لباريس سان جيرمان، واعتقادي مع وجود او تفتكر او وجهه نظرك، هل حسم خلاص الدوري الفرنسي لصالح باريس سان جيرمان، وبقت العملية تحصيل حاصل بوجود عدد كبير وانتقالات أكتر من رائعة لباريس سان جيرمان، فريق متكامل بشكل كبير جدا، هل ده على المستوى وجود ميسي في الدوري الفرنسي، على مستوى التسويق، على مستوى الفاليو للدوري الفرنسي؟ وانت كنت لسه قايل معلومه يمكن الناس ما تعرفهاش، ان الدوري الفرنسي بقى في المرتبه الخامسه، وان الدوري البرتغالي صعد للمرتبه الرابعه على مستوى التصنيف العالمي. صحيح. عايز اقول هل وجود ميسي قد يغير
من خريطة الدوري الفرنسي في العالم؟ أكيد طبعا، يعني مع بداية وجود ميسي تم تصنيف الفرق مرة أخرى والنظر لها مرة أخرى. للأسف نزل الدوري الفرنسي كان في التوب 5 ليكس، بقى دلوقتي رقم 6 في التصنيف على الدوريات الكبرى في العالم، سبقوا طبعا دلوقتي الدوري البرتغالي. طبعا برايمر ليج بيحلق في سماء وكوكب آخر كما هو معروف، هو دايما التوب. وجود ميسي في الدوري الفرنسي عادي طبعا نكهة خاصة، متابعة بشكل أكبر. طبعا أنا متفق معك كابتن هاني أنه هو حسم بشكل كبير الدوري الفرنسي أو على المستوى المحلي، هو أكيد يعني قد يعني هيحقق اللقب، يعني ما فيش إشكالية، ما فيش شك في حاجة زي كده. جدا وجود ميسي ووجود فريق الأحلام والثنائي اللي هنبص عليه مع نيمار، وهل سيبقى امبابي او سيرحل امبابي هذا العام في الميركاتو؟ لسه 5 ايام، انا اعتقد في ال5 ايام هيكون في تفتكر؟ يعني اعتقد قد يرحل امبابي الى ريال مدريد، وده الكلام المتداول في رغم يمكن الصحة. محمد في الانترو كنت بتكلم يعني ليوناردو طبعا المدير الرياضي لباريس سان جيرمان كان بيتكلم حتى على شكل التفاوض ريال مدريد مع امبابي، وقال غير احترافي وغير يعني ما بيتكلموش بشكل مباشر معاهم، لكن بيبعتوا بعض العروض. وصول العرض 160 كان اخر عرض من ريال مدريد، دلوقتي بيقول لا احنا اللي عايز يشتري امبابي بيعرض 220 مليون يورو. فتفتكر ريال مدريد قادر انه يدفع هذا المبلغ ولا هيأجل الموضوع للموسم القادم؟ هو الفائز في هذا الموضوع من تخليص الصفقة بأسرع ما يمكن هو باريس سان جيرمان، لان لو فضلنا للموسم القادم هيتم انتقال امبابي بشكل فري، يعني فور فري، ان هو وصل لنهايه العقد بتاعه. فهذا انا شايف ان هم بيحاولوا ان هم يعني يوجدوا عقبه او في الانتقال، ولكن على هيكون على حساب باريس سان جيرمان. هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يحصل على اعلى رقم من الصفقه، واعتقد لو ريال مدريد ظل في هذا التعند والهدوء اعتقد ستحسم الصفقه في اخر يوم او اخر يومين من الميركاتو. هو السوق عمال يروح ويجي لسه دلوقتي، احد طبعا زملائي في الاعداد بيقول لي ان يمكن يعني ريال مدريد رفع العرض من 160 ل 180. انت يعني احنا في خلال يمكن اقل من ساعتين ثلاثه ال 20 و 30 مليون بيزيدوا على عرض او العرض بيقدمه ريال مدريد. من الواضح لو وصل اعتقد ل 180 او 200 اعتقد باريس سان جيرمان هيقول اكيد في مصلحته انه يبيع اللاعب دلوقتي احسن ما يروح فري في الموسم القادم. بالظبط، يعني هو في 180 وهناك كمان 35 مليون يورو لموناكو، وده في الشرط العقد اصلا. فاعتقد يعني ده مصلحه باريس سان جيرمان ان هو يخلص الصفقه هذا الميركاتو قبل نهايه الويندو بعد 5 ايام، هو الفائز الوحيد. طيب انا هسالك سؤال، يمكن قناه يعني قناه هناك فرنسيه عملت الاستفتاء مع احد الجماهير في حاله رحيل امبابي، وعرضت 3 اسماء، يعني تحب ايه جماهير باريس سان جيرمان في رحيل امبابي؟ هل يجي كريستيانو رونالدو؟ هل يجي هالاند؟ هل يجي ليفا طبعا مهاجم البايرن والمنتخب البولندي؟ انت من 3 اسماء دول شايف مين يكون بديل لامبابي لو في حاله رحيله لريال مدريد؟ أنا من وجهة نظري لا يحتاج الباريس سان جيرمان أي من ال3 أسماء. ولا واحد من الثلاثة؟ إلا فنياً لا، فنياً لا، ولكن وجود أي واحد من الثلاثة لباريس سان جيرمان هو إضافة بشكل آخر. يعني طبعاً بنتكلم على 3 أسماء، أقوى 3 أسماء، يعني أقربهم قد يكون روبرت ليفاندوفسكي لأنه طلب الرحيل والمغادرة أيضاً. هالاند بشكل كبير في كلام كبير ان في الفتره الاخيره قد يتعاقد مع مانشستر يونايتد بعد ما كان في كلام مع المان سيتي ومع ريال مدريد بخصوص هالاند. الاستفتاء جميل جدا. انا يعني من وجهه نظري لو فعلا ستتم صفقه في استقطاب احد من الثلاثه بديلا لامبابي فانا طب ده رايك طب رايك انت رايك كده خلينا نسمع راي واحد من احد اللاعبين، اللاعب التونسي ولاعب باريس سان جيرمان السابق. طبعا معانا سليم بن عاشور، لاعب مميز جدا، لاعب في باريس سان جيرمان وحصل طبعا على بطوله افريقيا مع المنتخب التونسي سنه 2004. بنرحب بيه من خلال التليفون. مساء الخير، بنرحب بيك في قناه النادي الاهلي سليم. ميرسي بوكو.
جزيلا. بنرحب بيك في قناة النادي الأهلي، ولسه بنتكلم على الدوري الفرنسي، وانت كواحد من اللعيبة المميزين من خلال باريس سان جيرمان وشاركت في الدوري الفرنسي، نعرف رأيك في يعني انتقال ويعني الصراع المشتعل ما بين باريس سان جيرمان وريال مدريد للحصول على خدمات او رحيل امبابي لريال مدريد. شايف ده ازاي، وشايف هل فعلا خلال الايام القليله هيتم هذا الانتقال من امبابي من باريس سان جيرمان لريال مدريد؟ Oui. Et pour parler, il reste 5-6 jours avant la fin du mercato, donc tout est possible. الصوت واضح. يوجد خمس أيام من أجل انتهاء الصفقات. وفي حتى الآن لم تتحدد النتيجة حتى الآن، سواء انتقال مبابي أم لا. باريس نادي كبير. أعتقد أن لأن فريق باريس يمتلك لاعبين كبيرين حتى في حالة ذهاب امبابي لنادي ريال مدريد. أكيد طبعا باريس سان جيرمان مليء بالنجوم الكبار، لكن كمان وجود ميسي، وهو كان طبعا نجم كبير في باريس سان جيرمان، ولسه بنتناقش هل ميسي وجوده هيرفع من القيمة التسويقية للدوري الفرنسي بشكل كبير؟ هل وجود ميسي خلاص ضمن باريس سان جيرمان الحصول على الدوري الفرنسي وكمان على الشامبيونز ليج؟ شايف ازاي كمان وجود ميسي في صفوف باريس سان جيرمان هذا الموسم؟ وجود ميسي سيعطي قوة كبيرة لفريق باريس سان جيرمان. الجميع سوف يشاهد المباريات في الدوري الفرنسي بأكثرية. أفضل اللاعبين الفرنسيين سيكون سعداء بانضمام ميسي إلى فريق باريس سان جيرمان. وبعد تواجد ميسي سيعطي قوة كبيرة للدوري الفرنسي ومكانة أكبر. صحيح. طيب في حالة انتقال مبابي من باريس سان جيرمان لريال مدريد، سليم من وجهة نظرك مين اللاعب المرشح بقوة لتعويض غياب مبابي وباريس سان جيرمان ممكن تتعاقد معاه في الفترة القادمة؟ يوجد فقط اسمين او ثلاثة اسماء، ممكن هو كريستيانو رونالدو او ليفاندوفسكي، ولكن المشكلة ولكن كله يعتمد على امبابي اذا كان سيوافق على الرحيل ام لا، ولكن الان هو حديث فقط لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن سواء سينتقل مبابي أو سيبقى في باريس سان جيرمان. إذن يوجد بعض الأيام على نهاية فترة الانتقالات، ولكن بالطبع فضل بقاء مبابي في باريس سان جيرمان. بس أكيد طبعا هو كمان لو الدوري الفرنسي يعني لو راح مبابي لريال مدريد و قدوم نجم كبير واسطوره كبيره زي كريستيانو رونالدو لباريس سان جيرمان، اعتقد وجود ميسي مع كريستيانو رونالدو في باريس سان جيرمان اعتقد كمان هيكون ليها مردود كبير جدا، اكيد من الناحيه الفنيه واكيد من الناحيه التسويقيه للدوري الفرنسي بشكل عام. بالطبع فقط بوجود ميسي هذا وجود عظيم، هذا يكفي لباريس سان جيرمان، ولكن طبعا مع وجود رونالدو هذا شيء من الجنون، تواجد ميسي ورونالدو في فريق واحد. ولكن اعتقد في خلال الخمسة ايام المتبقية يوجد الكثير من الاشياء سوف تتغير وسنجد العديد من المفاجآت، ونحن ننتظر لان حتى الان لا يوجد شيء مؤكد. صحيح. خمس ايام على غلق نافذة الترانسفير ويندو في اوروبا، يبقى السؤال اخيرا وجود ميسي مع باريس سان جيرمان هل يضمن له الحصول على الشامبيونز ليج اللي يمكن من سنوات اخر اربع خمس سنوات كان الهدف والتارجت الاساسي لبي اس جي هو الحصول على الشامبيونز ليج، هل باريس سان جيرمان بوجود ميسي
ضمن جزء كبير أو ضمن الحصول على هذه الكأس، ولا ليك وجهة نظر مختلفة؟ لا يوجد شيء مضمون طبعا في هذه الحياة. طبعا بالطبع تواجد ميسي سيساعد كثيرا على الفوز، ولكن لا يوجد شيء مؤكد، ولكن هذه هي كرة القدم، لا يوجد شيء حتمي، ولكن أعتقد أن تواجد الفرنسي سيكون قوي جدا في أوروبا هذه السنة. وفي كرة القدم لابد دائما من العمل، يجب وجود مدرب قوي، لاعبين على مستوى عالي، وهذا جميع العوامل للفوز. صحيح. طبعا سليم بن عاشور احد اللعيبه الكبار في باريس سان جيرمان سابقا ولاعب المنتخب التونسي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي. محمد، الدوري الفرنسي زي ما بنقول هو يعتبر دوري محسوم بشكل كبير لباريس سان جيرمان يعني، ولكن يبقى التارجت او الهدف الاساسي الحصول على الشامبيونز ليج. تعال نشوف ترتيب الجدول، جدول الدوري الفرنسي بعد جولتين نستعرضهم مع حضراتكم. الثلاث جولات الاخيره طبعا باريس سان جيرمان ثلاث جولات بتسع نقاط، بنتكلم عن انجي نقطتين سبع مباراتين سبع نقاط، كليرمونت بنتكلم سبع نقاط من مباراتين، لانس طبعا بنتكلم في مباراه واحده على حصل على مباراتين فاز مباراه اسف ثلاث مباريات سبع نقاط. خلينا نتكلم على ليل، ويمكن السؤال ليك محمد فين ليل؟ انت بتتكلم على بطل النسخه الماضيه، يمكن متواجد في الجزء الثاني من جدول المسابقه بعد ثلاث جولات فقط، هل فوز ليل زي ما احنا شايفين ليل دلوقتي في المركز ال17 يمكن مباراتين ما فاز في اي مباراه، بطل مسابقه لسه المسابقه يمكن من شهرين ليل بطل المسابقه يقع في المركز ال17، كان بالنسبه لك مفاجاه؟ وهل فعلا زي ما بقول خلاص معظم الفرق في الدوري الفرنسي يعني سلمت الرايه بالنسبه للدوري وبتبدا يبقى التارجت بتاعها هو الوجود في مراكز متقدمه للاشتراك في البطولات الاوروبيه؟ بكل تاكيد هو طبعا ظهور مدهش او ظهور غير يعني مرضي بالنسبه لليل، خصوصا بعد تتويجه باللقب المحلي للدوري الفرنسي اللي عامل الموسم الاخير النسخه الاخيره، وايضا الفوز بالسوبر على حساب باريس سان جيرمان. على حساب باريس سان جيرمان صحيح. يعني انت الظهور في ثلاث مباريات اثنين تعادل وخساره ده شيء غريب فعلا. زي ما حضرتك قلت احنا دلوقتي البطوله كمحليا بشكل كبير هتتحسم لصريح حسمت مبكرا، ثلاث لقاءات بتسع نقاط ولسه كمان ما شاركش ميسي ولا نيمار ولا راموس، الفريق الاحلام والقوه الناريه ما شاركوش، فما بالك لما يشاركوا يعني. ولكن في حاجه انا لفتت انتباهي مع باريس سان جيرمان، انه احرز 10 اهداف واستقبل 5 اهداف. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في الدفاع، هل يستعجل باشتراك راموس؟ اشتراك راموس، هل دوناروما كمان؟ دوناروما دوناروما ما زال طبعا احتياطي، بيقعد احتياطي لنافاس، راموس لسه ما شاركش، 5 اهداف لا شيء ملفت للانتباه، لابد من اعتقد وجود راموس مع دوناروما مع استكمال مع كمان استقرار الفني بالنسبه للفريق وجود ميسي، اعتقد الدوري محسوم لباريس سان جيرمان. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع البوندسليغا والدوري الالماني. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. محمد، كنا بنتكلم على الدوري الالماني، نبدا مع الدوري الالماني. قبل الفاصل كنا بنتكلم خلاص الدوري الفرنسي اعتقد محسوم بشكل او باخر لباريس سان جيرمان نتيجه كوكبه النجوم الموجوده فيها على المستوى الفني في فروقات كبيره جدا جدا. لو اتكلمنا على الدوري الالماني هل ده ينطبق على فريق البايرن يمكن الفريق الاكثر تتويجا بالبوندسليغا، ولا هيكون ليه ادوار اخرى؟ بنتكلم على فرق ممكن تنافس البايرن للحصول على البوندسليغا السنه دي.
هو البايرن صاحب السيادة في الدوري الألماني لفترات طويلة، ودايما هو من يحقق يعني تقريبا كل الألقاب أو معظم الألقاب. في فرق كثيرة جدا ظهرت بشكل كبير، زي ما اتكلمنا على فولسبورغ، اتكلمنا على ليفركوزن، اتكلمنا على بروسيا دورتموند، على لايبزيج. فرق دايما بتنافس الفريق البافاري بشكل كبير جدا، وبتكون عائق في بعض الأحوال أو بعض الماتشات أو المباريات. في النهاية بيستطيع الفريق البافاري بقوة النجوم والكواليتي والفرق الشاسع ما بين وبين الفرق الأخرى، رغم أن لايبزيج وبروسيا دورتموند يمتلكون عناصر قوية وبينافسوا طبعا، وجودهم في الشامبيونز ليج تقريبا يعني في آخر 3-4 سنين متواجدين بشكل مستمر وبينافسوا، بيصلوا للدور الثمانية ونصف النهائي في الشامبيونز ليج. في النهاية هو البايرن ميونخ هو يعني صاحب السيادة، يمتلك عناصر قوية، معظم عناصر الفريق البافاري موجود في المانشافت المنتخب الألماني. من احنا لسه ما زلنا في الأمطار الأولى في صحيح. في البطولة. هو بيرتب دلوقتي تقريبا المركز الرابع، هنشوف في الترتيب. يمكن نستعرض معاك برضو يعني نتائج الجولة الثانية، وزي ما قلنا يمكن مش هتبقى في مفاجآت كبيرة قوي، خاصة انت عارف وانا عشت البوندس ليجا العمليه بتبقى فعلا العمليه ماشيه محسوبه بشكل او باخر. ممكن جدا في وقت من الاوقات البايرن يبقى في المركز العاشر، لكن في نهايه الامور بتتزن. نشوف جدول يعني نتائج الجوله الثانيه من البوندس ليجا في الاسبوع اللي فات. لايبزيج والفوز 4-0 على شتوتغارت، فرانكفورت والتعادل مع اوكسبورغ 0-0، بروسيا دورتموند والهزيمة من فرايبورغ 2-1، هيرتا برلين وهزيمة أمام فولسبورغ 2-1، ماينز 05 وخسارة أمام بوخم 2-0، جروتفورد تعادل أمام أرمينيا بيليفيلد 1-1، باير ليفركوزن فوز كبير 4-0 على بروسيا مونشنجلادباخ مفاجأة كبيرة، هوفنهايم والتعادل مع يونيون برلين 2-2، واخيرا مباراه كانت اكثر من رائعه، فوز البايرن على كولون 3-2. هي المباريات الجوله اللي جايه على طول، دورتموند هيلاعب هوفنهايم، ارمينيا بيليفيلد هيلاعب انتر لاخت فرانكفورت، شتوتغارت امام فرايبورغ، كولن امام بوخن، ماينز امام جروتفورد، اوكسنبورغ هيلعب امام الباير ليفركوزن، والباير ميونخ امام هيرتا برلين، يونيون برلين هيلاعب بروسيا دورتموند مونشن جلادباخ، وفولسبورغ متصدر البطوله لغايه دلوقتي هيلعب مباراه امام فريق لايبزيج. محمد، شفت الترتيب وشفت المباريات اللي جايه، في بعض المفاجآت بالنسبه لك بالنسبه لنتائج الجوله الثانيه؟ طبعا يعني بعض المفاجآت زي ما شفنا الترتيب، فولسبورغ زي ما كنا بنتكلم هو يعني مرتب رقم واحد، هوفنهايم وبعد كده ليفركوزن. عايز اقول معلومه ان الثلاث انديه دول هم انديه شركات في المانيا، انديه شركات يعني بنتكلم على فولسبورغ، هو يمتلكها شركه فولكس فاجن السيارات المعروفه في العالم. لو اتكلمنا على هوفنهايم المرتب المركز الثاني، بيمتلكه رجل اعمال مشهور في المانيا اسمه ديتمار هوب، والفريق الثالث باير ليفركوزن يمتلكه شركه ادويه كبيره في المانيا. ده برضو بيدينا الحافز والانطباع والمعلومه ان مش 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 دوري الشركات كما اطلقوا بعض الناس على بعض الدوريات في العالم، لا، موجود في اماكن كتيره، في دوريات كبيره. الدوري الالماني هو يعني في التصنيف رقم 4 من التوب 5 ليج، وهناك فرق يمتلكها شركات بتنافس بشكل هو الناس كبير. ماشيه بلوائح ونظم معينه، كل نادي ممكن يكون نادي شركات ولكن نادي محترفين، عنده الاجراءات وعنده كل يعني القواعد اللازمه للاشتراك في البوندس ليجا. انت عارف وانت عشت يمكن في المانيا في قواعد صارمه جدا 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 انك تلعب او تشارك حتى في البوندس ليجا 3 أو 2 أو 1، فطبعا كل الامور دي ماشيه بشكل احترافي اكتر من بايرن. وزي ما بنتكلم بايرن ودايما انت متابع جيد لبايرن، هسالك سؤال سريع خارج الفنيات. دايما بنلاقي لعيبه بايرن يعني عندهم قدره بدنيه عاليه جدا، ويمكن هتكلم عليه بالتفصيل في الفقره الاخيره، لكن كمان جزء مهم جدا تدي الناس فكره عن
بره الملعب، بره التنظيم الدفاعي والتنظيم الهجومي والنواحي البدنيه، لا في عامل مهم جدا وهو شؤون اللاعبين، قطاع او يعني المسؤوله عن شؤون اللاعبين في بايرن، ويمكن انت اتكلمت عليها، ونحب نعرف للناس هي دورها ايه ودورها ازاي بيبقى مهم في استقرار الفريق وحصول كمان على البطولات. يعني صحيح، يعني ده بوزيشن مش جديد في الفريق البافاري، فريق بايرن ميونخ، هي كاتلين كريجر بتلعب دور مديرة شؤون اللاعبين او بيسموها تيم مانجر، هي بمسؤولة على التواصل مع اللاعبين، هي الدينامو المحرك للفريق البافاري، يعني مسؤولة عن كل كبيرة وصغيرة بتحصل في الفريق، متابعة بشكل كبير للاعبين، لأي مشكلة بتساعد في حل كل المشاكل، أي عائق سواء كان لغوي للناس اللاعبين المحترفين او اي سكن او كل ما يواجه اللاعبين في المانيا، بوزيشن مهم جدا مش متواجد في الدوريات الاخرى بشكل كبير على فكره. ويمكن انا كان على المستوى الشخصي، كنت اول ما اتنقلت، يمكن الكلام ده من زمان، بنتكلم من سنه من 94، يعني انتقلت من سويسرا لالمانيا سنه 94، واول كان حد في استقبالي هذا كان في واحد مسؤول عن شؤون اللاعبين، ده بعيد خالص عن النواحي الفنيه والنواحي البدنيه، ده راجل مسؤول عن كل ما يخص اللاعبين وخاصه اللاعبين اللي خارج اللي جايين من بره المانيا، عامل اللغه، بيهتم بيهم جدا، بيكون في دروس خاصه، بيرتب له اموره بالنسبه اختيار المنزل، اختيار هيقعد فين، اختيار السياره اللي هيعملها، اي مشكله بتقابله بيلجا لهذا، ما بيلجاش طبعا للمدير الفني او لمدير النادي، لا في واحد مخصوص بيحل مشاكل هؤلاء اللاعبين، مشاكل على مستوى اللغه، على مستوى الاقامه، على مستوى الاندماج داخل المجتمع، فده شيء مهم جدا البايرن بيتميز بيه، ان في زي ما بقول لحضراتكم النجاح الكبير ما بيبقاش بس اللي واضح في الصوره، المدرب، المدير الفني، الاداره، لكن كمان على مستوى الكواليس، ده كان شيء مهم جدا جدا. طيب محمد، عايزين نستعرض كمان معاك ارقام مباراه، انت عارف مباراه بايرن امام كولون كانت مباراه كبيره فيها 5 اهداف، البايرن بيفوز 3-2، ولكن يبقى كمان زي ما انت بتقول الحاله الدفاعيه للبايرن، يمكن في الفقره الاخيره هنحلل بعض الاهداف ديت بشكل المستوى الجيد. فاحصائيه المباراه قدامنا هي طبعا عدد الاهداف، طبعا فوز بايرن 3-2 على كولن، بنتكلم على الفرص، بنتكلم على 8 فرص للبايرن مقابل 5 لكولن، منها طبعا 3 صحيحه للبايرن وهدفين لكولن. الاهداف المتوقعه كانت 2.5 لبايرن، 1.0 لكولن، بتتكلم على نسبه الاستحواذ لصالح البايرن من نسبه 57 ل 43. التمريرات الصحيحه كانت اكثر اكيد للبايرن بنسبه 85% مقابل تقريبا 80% لكولن. التصويبات على المرمى 17 تصويبه منها 6 ما بين القائم العارضه للبايرن مقابل 9 تسديدات او تصويبات منها 3 ما بين القائم والعارضه لفريق كولن. العرضيات 16 لكولن 14 للبايرن، واخيرا الركنيات 4 ركنيات لكولن و3 ركنيات للبايرن. شايف الارقام دي ازاي وتحليلك الجزء لمباراه البايرن وكولن؟ هي كانت مباراه قويه، خصوصا البدايه ما كانتش موفقه بشكل كبير للفريق البافاري او فريق بايرن ميونخ. كان بدايه الموسم السنه دي كان في تعادل، ثم دخلنا مع كولن فوز كان مهم جدا. رأينا في 3 ماتشات في فترة الإعداد مع ناجلسمان ما كانش موفق بشكل كبير، عليه ضغط كبير جدا ناجلسمان إن هو مستلم من بعد حقبة ناجحة من هانز فليك المدرب طبعا المانشافت الحالي، حقق السداسية في موسم واحد مع ملاش مسؤولية كبيرة قوي يعني محمد، مسؤولية كبيرة جدا، يعني ناجلسمان صغير في السن، يعني 33 لسه، يعني تقريبا أو 34 سنة لسه شاب، لا يمتلك الخبرات الكبرى، ولكن ظهر بشكل كبير جدا مع ممتاز ورائع مع لايبزيج في الشامبيونز ليج الاخيره او قبل الاخيره ايضا. ناجلسمان عليه ضغط كبير جدا في البوندس ليجا من الاعلام، وكل الناس بتبص له ومنتظره منه الكثير، خصوصا انت بتستلم بعد هانز فليك بعد نجاح كبير، نجاح جدا، نجاح كبير جدا. ارقام كنا بنتكلم دلوقتي كابتن هاني ان البايرن ميونخ هو صاحب السياده الاولى في المانيا، فوز كان مهم جدا على كولن، ظهر لاعبين بشكل رائع خصوصا جنابري، ظهر جمال موزيلا، جمال يعني سنه صغير 18 19 سنه واسم
كل الجمهور ومتابعي البوندسليغا هيكون له شأن كبير. صحيح، له شأن كبير جدا. يعني بس تعالى نتكلم على جنابري شويه. جنابري طبعا عمل اسيست وجاب او عمل اسيستين وجاب هدف. جنابري من اللاعبين الرائعين جدا على مستوى الهجوم، لعيب مميز، مميز جدا في تحركاته ومميز جدا في الفينش بتاعه، فينش كمان اكتر من رائع، ويمكن جاب هدف اكتر من رائع يعني هنحلله في الفقره الاخيره. شايف جنابري ازاي ودوره مع البايرن؟ يعني جنابري عليه برضو ضغط كبير ومهمه كبيره، لان البايرن في الفتره الاخيره وبالتالي المنتخب الالماني المانشافت بيعول عليه بشكل كبير جدا. جنابري احنا بنتكلم على الجنابري فعلا الفينش عالي، بيساعد بشكل كبير جدا مع الفريق. ممكن في بعض الماتشات ما بيحرزش الاهداف، ولكن هو قوه كبيره جدا، خصوصا لما يكون ساني في الجانب اليمين، الجناح اليمين في حالته. ساني عليه علامات استفهام كبيره في بدايه مع بايرن ميونخ، ولكن جنابري مع ميلر ومع روبرت ليفاندوفسكي مثلث قوي رائع جدا. جنابري انا اعتقد يعني هنشوف قد ينافس على الهداف في هذه النسخه، هيكون عامل مساعد كبير واضافه قويه جدا للمانشافت الالماني، بيعتمدوا على جنابري بشكل كبير، لانك مع المنتخب الالماني بيعاني من مركز السترايكر او المهاجم ليفاندوفسكي وهالاند، والاثنين مش المان زي ما احنا عارفين. فهو جنابري ساني مولر من اهم الركائز للبايرن. طيب، والمنتخب الالماني. طيب تمام، تعال انا وانت برضو نروح نشوف ترتيب جدول الترتيب في الدوري الالماني بعد الجوله الثانيه. طبعا في المركز الاول فولسبورغ بست نقاط، بنتكلم عن هوفنهايم المركز الثاني، باير ليفركوزن في المركز الثالث، باير ميونخ في المركز الرابع، فرايبورغ في المركز الخامس، لايبزيغ في المركز السادس، في بروسيا دورتموند في المركز السابع، وكولن في المركز الثامن. المركز التاسع بوخم، يليه في المركز العاشر شتوتغارت، ماينز، يونيون برلين مركز 12، وبنتكلم على أرمينيا بيليفيلد مركز 13، مركز 14 فرانكفورت وجروتفورد في المركز 15، بروسيا مونشنجلادباخ في المركز 16، وآخر طبعا أوغسبورغ وهيرتا برلين في المركز 17 وال 18. محمد، جدول طبعا هيتغير كتير خلال الموسم، أعتقد بدايات أو الجولة الثانية لسه الامور ما اتضحتش بشكل كبير، ما يزال طبعا الباير، ما زال دورتموند، ما زال لايبزيغ، ما زال مونشن جلادباخ كمان من الفرق القويه جدا، مع دايما ظهور فريق ممكن يكون الحصان الاسود. انت شايف ده ازاي؟ طبعا ما ننهي فقرتنا معاك، لكن حابب اعرف منك انت شايف من يكون الحصان الاسود في البوندسليغا السنه دي؟ بلا شك بايرن ميونخ، يعني شاهدنا بالامس المباراه الناريه 12-0 على حساب بريمن، يعني مش بريمن اللي احسن الناس فاكره فيردا بريمن، هو مش فريق درجه ثالثه، فريق درجه ثالثه فعلا في الدور ال 64 في كاس المانيا، كان فوز كبير. الفريق البافاري يعني كنا بنتكلم كابتن هاني ما بيبصش للفرق بان هو فريق قوي او فرق كواليتي او جوده لاعبين، لا هو بينزل اللقاء مركز، عارف هو عايز يعمل ايه بالظبط. لو في فرصه كان يصل ل 15 و 20 كان ممكن يعملها، شفنا دوت في الموسم الماضي امام برشلونه 8 اهداف مقابل هدفين في الشامبيونز ليج، ويعني كانت مباراه ناريه والامس يعني كان البايرن ميونخ على السوشيال ميديا وتويتر عندما وصل الهدف الثامن بداوا يكتبوا 8 ده رقم اللي بنعشقه وفي شهر 8 اغسطس في شهر 8 يا كابتن هاني. لا، البايرن ميونخ انا اعتقد بعد مباراه الامس والقوه الناريه اللي وظهور جنابري وجمال موسيالا وميلر وروبرت ليفاندوفسكي، الا ان يظل روبرت ليفاندوفسكي اتمنى ذلك يعني يكمل الموسم مع الفريق البافاري. الحصان الاسود مونشنجلادباخ على فكره، في لاعب مصري طبعا من خلال برنامج المحترف دايما بنتكلم على المحترفين، لاعب اسمه مصطفى يعني برضو زي عمرو مرموش زي ما اتكلمنا في فولفسبورغ المرتب دلوقتي على الجدول، صداره الجدول الالماني، في مصطفى هنسمع عنه الفتره الجايه في البوندسليغا. نتمنى ان شاء الله يا محمد كبير. الناس تبص، لان زي ما بنقول عندنا لعيبه محترفه بشكل اكتر من رائع، نتمنى ان شاء الله يتبص عليهم ونكونوا نواه لمنتخبنا باذن الله.
محمد بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، ودايما على لقاء مجدد هنا معنا في المحترف. شكرا جزيلا. شكرا كابتن هادي. شكرا جزيلا. دي كانت نهايه فقرتنا، لسه الفقره الاخيره من المحترف وتاكتكس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن في الجزء الاخير دايما بنتكلم على الجزء الفني التاكتكس وبنختار اجمل الاهداف. النهارده معانا مباراه بايرن ميونخ امام كولون، وكان فيها 5 اهداف اكتر من رائعه، تالق فيها جنابري، عمل اسيست، واكيد بالتاكيد كان ليفا طبعا هداف الدوري الالماني موجود ببصماته المميزه. لكن قبل ما نروح للاهداف خلينا نتكلم على جانب مهم جدا بيتميز به بايرن ميونخ يمكن من سنوات طويله جدا، يمكن من حوالي 7 سنين في 2014 جه هولجر. ده طبيب ومتخصص في الفتنس الخاص بكرة القدم، دايما هناك في ألمانيا في تخصص، وبدأ يشتغل بعوامل ثابتة، وبدأ حتى على المستوى الريكفري، على مستوى تأهيل اللاعبين المصابين، فبدأ يبنى جوه بايرن أو جوه الاستاد بايرن، لان انت عندهم يعني مكان كبير سبورت كومبلكس، فمتواجد هذا الطبيب بهذه العياده المتنقله، وعنده برنامج خاص لمده 7 سنين كان بينفذه مع البايرن. وعشان كده كان دايما الناس بتقول لاعبي البايرن رغم البطولات الكبيره ورغم الضغط العصبي والضغط المجهود الكبير جدا، لكن دايما بيكونوا فت، دايما عندهم شكل مميز. انتقال اللاعبين حتى كان في بعض الصور متداوله، يعني لما كان ألابا طبعا نجم المنتخب النمساوي متواجد في اول مراح بايرن، وقبل ما يروح لانتقاله لريال مدريد كان في صوره مدى قوه هذا اللاعب والقوه الجسمانيه الكبيره اللي تميز بها من خلال وجود عامل مساعد مهم جدا، زي ما بنتكلم عن النواحي الفنيه وهنشرحها. لكن عايز اقول لحضراتكم كل اللي بنشرحه ده ملوش اي لازمه بجانب طبعا العامل البدني. خلينا نتكلم على مباراه البايرن و فريق كولن، انتهت ب3 اهداف للبايرن. ناخد اول هدف للنجم ليفا، طبعا هناخده طبعا هو اول اهداف البايرن. نتكلم على جزء مهم جدا طبعا ليفاندوفسكي، عايز اتكلم حضراتكم مع جزء من الثانيه اللي هنقف عنده. هو طبعا هنا عمل الفنت دوت وبدا يخلق مساحه لنفسه بشكل كبير جدا جدا، يعني هو ده ميزه المهاجم المتميز، انه في جزء من الثانيه بيغير اتجاهاته وبيخرج بره منطقه الضغط بشكل كبير جدا. ليفا تاني معلش نشوفها تاني ونشوف الجزء الاخير، انه متميز جدا ان هو بيعمل فنت وبيروح عشان يفضي لنفسه الجزء. زي ما حضراتكم شايفين هو مراقب، لكن لما هنعمل بنكبر الجزء الفنت دوت اللي ودى بيه رقم 5 لناحيه اليمين عشان يفضي مساحه واستعداده، ودي طبعا لاستقبال الكره بدون ضغط، وبالتالي قدر يحرز هدف اكتر من رائع. هي دي ميزه ليفا، اعتقد هداف من الطراز المتميز جدا جدا وعلى مستوى العالم، ويمكن افضل مهاجم على مستوى العالم. نروح للهدف الثاني لاحد نجوم المباراه، جنابري بيجيب هدف اكتر من رائع، يمكن الهدف الثالث بتاعه او الهدف الثاني او الثالث للبايرن هيكون افضل. طبعا احنا بنتكلم على المساحات، نتكلم عن المساحات بشكل كبير جدا، ان انت بتلعب الكوره في مساحه بتضرب بيها خط دفاع كولون طبعا بشكل اكتر من رائع. مساحه بتروح طبعا، هي نقف هنا ستوب، انت بتتكلم على الاسيست، ودايما الاسيست بيكون عامل مهم جدا، بنتكلم على اسيست اكتر من رائع، نتكلم على تحركات الناس المهاجمين، اذا كان جنابري، اذا كان مولر، اذا كان ليفا كان خارج من منطقه ال 18 عشان يفضي مساحه لجنابري اللي احنا ما شايفينه. يعني لو جبنا حتى العلاقه هنا بنتكلم على ليفا متواجد ليه هنا في الحته ديت عشان فضى المساحه اللي دخل فيها في الحته دي جنابري وبدا الكوره تتعمل، فخروج كمان راس الحربه بيدي مساحه للمهاجمين من الخلف ان هم يبداوا يطلعوا. نكمل الصوره، كرة اتلعبت بشكل اكتر من رائع مع متابعة جيدة جدا من جنابري. زي ما بقول لحضراتكم الاسيست مهم جدا، الخروج ليفا من منطقة ال 18 عشان يدي مساحة للناس المتحركة من ورا وعلى رأسهم جنابري، وطبعا فينش اكتر من رائع رغم طبعا وجود حارس المرمى. يمكن الجون بتاع كولون ما خدش ثواني، خلاص الناس بتسنتر عشان النتيجة بقت 2-0، بعد على طول السنترة بثواني بيبقى فيه
شغل هجومي بشكل كويس، في فتح للملعب بشكل كويس، الاول احتفاظ بالكوره، والجزء ده كمان مهم جدا، وجود اربع لاعبين زي ما شايفين من بايرن على مستوى الدفاع، مع وجود اربع لاعبين على مستوى وسط الملعب، لكن التمريره مفيش اروع من التمريره ديت، ونشوف كمان الاسيست والكوره اللي اتلعبت بشكل اكتر من رائع، تمريره في مساحه نقف في الجزء دوت ونقف عنده شويه، احنا بنتكلم الكوره هتتلعب، هناخد الجزء دوت لاعب البايرن اعتقد متاخر الى حد كبير لان تقريبا الكره سابقاه، ونتنقل للجزء الثاني الراجل اللي يمكن احرز الهدف. الجزء دوت في نوعين، نوع الاسيست الاكثر من رائع لمسافه بتزيد عن 32 متر وتروح بالمقاس في الوقت المناسب. نكمل الكره نقف، ده الجزء اللي بكلم حضراتكم فيه، ان كان في تاخير شويه من السردباك، لكن كمان في فينش اكتر من رائع، وكان الاروع في الكره ديت هو الاسيست، هو الكره اللي اتلعبت من ناحيه الشمال، واعتقد يعني في الصوره ديت لو رجعنا لها تاني يعني علي معلول من افضل باكات الشمال في الدوري المصري اللي بيعملوا الجزئيه ديت، بيعمل جزء من مسافه بعيده جدا في سرعه بتوصل ل 32 متر في مستوى ارتفاع اكتر من رائع، مع ارتقاء ومع بيحط الكوره في مرمى طبعا مايا نوير بشكل اكتر من رائع. ده طبعا الهدف الاول لفريق كولون. نروح لهدف كولون الثاني مارك اليك، مساحه في نص الملعب مضروبه بشكل كبير جدا، تاني في خلل واضح في دفاعات البايرن، الباك الشمال متقدم في داخل لجوه، في فتح كويس قوي من لاعب كولون، والكرة بتروح بشكل اكتر من رائع، ثلاث لعيبه من بايرن مضروبين بكره واحده في نص الملعب. تاني هنقف عند الجزئيه ديت، في تاخر واضح من الاثنين السردباكين، واضح الراجل دوت لغايه دلوقتي في موقف تسلل، يعني لو اتلعبت بشكل او باخر هتبقى تسلل، لكن السردباكات نفسها واقفه بشكل غير منضبط، بنتكلم على اثنين سردباكين المفروض على مستوى عالي جدا، لكن نشوف الاسيست الاكتر من رائع، ان ان تايم الكوره بتتعمل بشكل اكتر من رائع. هدي شويه والكرة اتعملت بشكل اكتر من رائع في اتجاه المهاجم اللي يمكن يعني بيتكلم مارك اليك، حط هدف في اكتر من رائع، متابعه اكتر من رائعه، وفينش اكتر من رائع، لكن في خلل واضح في دفاعات البايرن لغايه دلوقتي. نيجي لاخر هدف، هدف جنابري اللي اعتقد كان من اجمل الاهداف في هذه المباراه. طبعا الصوره جايبه يعني في ثلاث لعيبه، اولا من كلهم بره اللعب خالص، بنتكلم على تمركز دفاعي لغايه دلوقتي لا باس بيه، لكن كل المدافعين من خلال الصوره هنشوف بيعملوا نفس المشكله، يمكن انه بيبصوا للكوره بس، كله باصص للكوره بس، في حين ان تواجد لعيبه زي جنابري، بنتكلم موجود مولر خارج ال 18، لكن نشوف تمركز دفاعي غير سليم بالنسبه لفريق كولن من خلال. نكمل اللقطه، كل ده بيبصوا على الكوره، كل ده بيبصوا على الكوره، لكن الافضل والاجمل هو استلام جنابري واتخاذ القرار، هو ده اللي بنتكلم عليه، اتخاذ القرار وتنفيذ القرار في جزء من الثانيه. جنابري بيحط هدف اكتر من رائع، بنتكلم على لاعب مميز جدا، بنتكلم على تكتيك، بنتكلم دايما على ان الاهداف بتيجي تميز للاعب، اخطاء دفاعيه، لكن الدوري الالماني وهنتابع مع حضراتكم من خلال المحترف، وهنتكلم كمان على اهداف مميزه في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والايطالي، دايما ده هيكون معانا في المحترف. وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي يوم الاثنين وحلقه جديده من المحترف.